سلام. سماروش تاني. إلى سماروش. هسه سولت على راسي. ولكن الجواب اللي قلت هو بكل بساطة حيت قريب مركب كاين. واخا ما لقيتش ديريكت تتشوب لين ديريكت المهم تتوصل دغيا. ماشي بالضرورة تمشي ليه في رحلة اورغانيزي بحال مثلا ممكن ما كاينش ترونسبور بزاف. واهم حاجة هو فهمي يتشاف كتر بزاف. خصوصا الايميل اللي عندك كاين فيه ما يتشاف عاد تشد الطريق عاد تاني شماروش بغيتي تكمل الروفيج مزيانة على حساب السفن انت وجهتك انت وريتك. من بعد الروفيج الى عندك ريت العاود راه غادي تطلع توقع. المهم واحد الحاجة تبع داكشي اللي بيتي انت ماشي الناس ولا الاغلبية علاش غادية وكل حاجة بوقيتها وفاش شتي لوقيتها سير ما ترددش حل الباب وخرج واش الطريق الجبل وفهمش يا الله.